رمضان كريم وحلقة جديدة من التوصيلة على النجم. توصيلة النهاردة مش عارف ازاي هبقى قاعد جنب النجمة الكبيرة اللي هتبقى معايا النهاردة، بس من اول رمضان عندنا ضيوف السنة دي اتفاجئنا بسوقتهم، بس نجمة النهاردة بقى من حاجة مختلفة تماما. مش هقعد اتكلم بقى وضيع وقت الحلقة في التقديمة لان محتاجين تقديمات كتيرة، لان ضيفتي النهاردة هي نجمة مصر الاولى. يلا ننزل العربية ونقابل نجمة مصر الاولى. السلام عليكم ورمضان كريم. يا اهلا اهلا اهلا، الله اكرم. يلا تفضل اركب اوام. هنروح على فين؟ انا متحمس انا متحمس. بتشترط يعني اركب الاول وبعدين انا اقول لك يلا هبتدي اسوق. يلا هقول لك هنروح على فين. تحب تروح فين؟ تحب حته معينه يعني ولا انا اوديك؟ انت اللي هتوديني. ضيفتي النهارده نجمه مصر الاولى نبيل عبيد، هنروح على فين؟ والله وبما ان انا هسوق، انا الحقيقة من وقت للتاني كده بيجيني حنين شديد جدا جدا والله بجد للمناطق او المنطقة اللي انا كنت فيها وتربيت فيها وانا صغيرة اللي هي شبرا. الله. يعني احيانا اكون راجعة كده بالليل ولا حاجة يعني ابقى عايز السواق يوديني، فطالما انا اللي هسوق هاخدك وحوديك في الهدوء ده على شبرا. نروح شبرا واوري لك المناطق اللي هناك، يعني انا بحبها جدا. انا من هناك. انت من هناك؟ انا يعني من كل المناطق انا موجود فيها. لا شبرا تحديدا. لا دي حاجه جاء فيها فنانين كتير قوي قوي طالعين من شبرا، فنانين كتير قوي قوي. هاخدك على شبرا الاول، هنمشي في شارع شبرا الاول. يلا اوكي يلا بينا. يلا. ذكريات رمضان في شبرا كانت عامله ازاي بقى زمان؟ شوف هي الطفولة اللي هي جوايا قوي لغاية دلوقتي. طبعا رمضان هو بالنسبة للأطفال وللسن يعني اللي بتدي المراهقة وكده، هو ده اللي بيبقى رمضان بالنسبة لهم بجد، يعني اللي أول ما بيفتحوا عنيهم أول ما بيحسوا برمضان وبيحسوا بالطقوس بتاعته وإيه الفانوس وإيه البيت والأكل والفطار. وإحنا وقتها كنا عايشين مع جدتي. الذكريات الحلوة بقى. جدتي الكبيرة يعني أنا وماما وأخوتي كنا قاعدين مع جدتي الكبيرة. فكان تهتمي بتوضيب الشارع والفانوس في البيت؟ لا أنا كنت صغيرة يعني أنا عايزة الفانوس أخده وانزل بيه وقع وأنا نازلة على السلم اتزحلق كده وأقوم أشوفه هو الأول لا يكون اتكسر ولا أي حاجة، بعدين أنزل قدامهم بالفانوس مكسور. لا هي دي البدايات الأول، وبعدين أصحابي بقى ينزلوا من البيوت نقعد شوية كده، وأول الليل يعني كده ما يعني كانت دايما ماما تقول الليل ما يليلش قوي عليكم وانتم برا، أطلع بقى. لكن الطقوس نفسها شارع شبرا ده الـ الناس، المحل الحلويات اللي في نص شارع شبرا ده اللي جنبه المحل، ما يعني دي كلها حق بيبيع ايس كريم باين صح؟ كل حاجة. ده محل حلويات كبير قوي قوي. مثلا في قهوة، كان في قهوة على الناحية اليمين، قهوة كبيرة كده يعني مش عايزة اقول اسمها لا يقولوا دي بتعمل دعاية ولا حاجة. القهوة دي كان الراديو ده يفضل ملعلع بالليل في القهاوي دي، القهاوي بتاعت زمان بقى مش الكافيهات بتاعت دلوقتي. فدي كلها لها ذكريات حلوة عندي قوي قوي الحقيقة. قبل الفطار الطقوس كانت عاملة ازاي لنبيل عبيد؟ وقت بصوم ولما بصوم ولا وقت لما ما كنتش بصوم؟ هقول لك، هو انا كنت يبتدي النهار اي ما جدعة وصايمة وكل حاجة، يجي على الساعة 3 اقول لها مش قادرة، دي ماما طبعا. لا تقول لي خليكي جدعة وكملي، اقول لها لا مش قادرة، لا خلاص هيغم عليها. المهم لما مع الوقت بدينا نتعلم ان لازم اليوم يكمل ولازم نقعد على الترابيزة ولازم كلنا نقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت والحاجات دي كلها، فدي فترة. اما بعد كده بقى لما كبرنا بقى فخلاص عارفين ان ده رمضان وده صيام وده شهر التقوى وشهر العبادة والقرآن وكل الحاجات دي كلها. عدى وقت طبعا وأعمال ما شاء الله كتير، لو عدى نتكلم عليها عايزين حلقات نقعد نتكلم عليها. عدى على حضرتك أكيد رمضان في أوقات تصوير كتير. كتير. لا ده أغلبية الأوقات كنا بنكون بنصور يعني
افتكر كنا بنصور فيلم اسمه درب الرهبة، وكان بيجي علينا السحور بنقعد نتسحر كلنا مع بعض، وبعد كده يجي يعني خلاص نتوقف عن الاكل بقى، ونبتدي نشتغل لغاية النهار ما يطلع 10-11 الصبح، وبعدين نروح ننام ونقوم نفطر في بيوتنا ونرجع نكمل. يعني ده وغيره يعني في افلام كتير انا قضيتها كان في رمضان فيها، وكنت بقضي رمضان يعني ويا المجموعه. نبيل عبيد متابعه ايه السنه دي في رمضان؟ هو بص هقول لك على حاجه، المتابعه يعني هو في اعلانات بتبقى كتيره شويه، فهو يمكن الاعلانات دي بتاخد وقت، فبتلاقي نفسك بتقوم وترجع يعني تفقد هو الاعلانات، هي الاعلانات بتبقى الحقيقه مشكله. لكن انا بستنى زي ما كنت بعمل كل سنه، واجيب على اليوتيوب كل المسلسلات كده اشوف مين، وابتدي اتفرج على اليوتيوب واخد القرار واقعد اتابع يعني. بس دلوقتي عشان الاعلانات هي اللي الحقيقه بتخلي الواحد ما يقدرش يتابع وما يقدرش يكمل يعني. مفتقدين نبيل عبيد في رمضان السنه دي ليه؟ لا هو يعني شو السنه دي بس، احنا بقالنا كتير يعني، انا اصلا ما اشتغلتش تلفزيون كتير الحقيقه، لكن في من مده انا عملت حاجه اسمها البوابه الثانيه، ومده طويله قوي عملت العمه نور. العمه نور ده كنت بحبه قوي وانا كمان وانا كمان أوي. حاجه حلوه قوي والشباب كان كتير كانت موجوده في شاوي وكريم ابو زيد وبشرة وأميرة وكل دول يعني عارف. لا والموضوع نفسه كان حلو، الموضوع نفسه كان حلو حقيقة. طب ليه مش موجودة تاني بعمل من الأعمال الجميلة الحلوة بتاعتك دي في رمضان دراما يعني؟ وأنا بحس إن أنا نجمة سينما طبعا، فبيبقى إذا ما كانش حد يجي يقول لي ده هينفعك أنتي يعني السينما، انا كنت بروح انا واجيب الروايات واجيب روايات احسان عبد القدوس وفهماها، لكن ده انا شويه مش فاهمه الاسلوب فيه حقيقه يعني. لكن لو يكون في حاجه كويسه اوكي، لكن لو ما كانش حاجه كويسه ما اقدرش اعمل. طب في سينما قريبه؟ هو في المفروض روايه بتتكتب، لكن ما اقدرش اتكلم ولا اقول عنها اي حاجه، لان اللي بيكتبها قال لي ما تتكلميش الا لما يخلص خالص، فانا محترمه يعني محترمه رايه. طب ايه الدور النبيل عبيد نفسها تلعبه؟ الدور يكون غريب، اللي هو بيكتب دلوقتي يكون غريب، حاجه غريبه كده تكون يعني ما كنتش عملتها قبل كده يعني، حاجه غريبه. اختي استنى هنخش في البتاع ثانيه واحده خليك معاها. لا مش مشكلة، نبيلة عبيد تعمل اللي هي عايزاه وهي سايقة. لا الولد عدى قدامي فجأة كده، لا استنى كده وبعدين خليك بقى معايا مركز كده عشان أنا بكلمك وببص لك. لا أنا بكلمك أوكي. في إيه النهاردة شكل الفطار فيه؟ والله أنت هتفطر زي ما أنا بفطر، أنا بفطر حاجات بسيطة جدا جدا، أكننا الفطار بتاع الصبح اللي بنفطره أول ما نقوم من النوم، إنما بيبقى فيه أكل. تعال انت وبختك شوف ايه اللي موجود وكل. نبيلة عبيد نورتيني، وكل سنه وانتي طيبه ودايما متالقه ودايما ما اقدرش اكون موجود في رمضان من غير ما تكوني منوراني. يا رب يخليك، وانا كمان واوعك تكون في رمضان من غيري. لا ما اقدرش اوعى. كل سنه وحضرتك طيب، وانت طيب والمستمعين والدنيا كلها والعالم كله بخير يا رب. خلصت توصيلة النهاردة مع نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، استنوني بكرة وتوصيلة جديدة على نجم جديد. رمضان كريم.